أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة أخبارية من قناة المكلة المحلية، وبداية نستهلها بأبرز العناوين. قيادة المنطقة الثانية تستقبل قائدها البحسني بمراسيم عسكرية رسمية، والقائد يعقد اجتماعا استثنائيا بالقيادات. أمن المكلة يقبض على نشالين في أقل من 12 ساعة من تلقي البلاغ. نادي الطالب الجامعي يدشن مشروع التغذية المدعومة لسكنات جامعة حضرموت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وقع محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني على اتفاقية إنشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية لحقل مياه ثليه بالمكلة، وستعمل المحطة التي سيتم إنجازها بموجب الاتفاقية خلال 4 أشهر على تشغيل 12 بئر للمياه تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستوفر 30% من الطاقة الكهربائية ووقود الديزل بقدرة 520 كيلو واط وبكلفة بلغ 749,000 دولار. استقبلت قيادة المنطقة العسكرية الثانية قائدها محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمراسيم عسكرية رسمية عقب غياب دام لأكثر من شهر. وفي الاستقبال الذي نظمته قيادة المنطقة، عزفت الفرقة الموسيقية اللحن العسكري وسط مراسيم عسكرية نفذها حرس الشرف بقيادة المنطقة. وعقب مراسيم الاستقبال ألقى القائد البحسني كلمة أكد خلالها عن نجاح زيارته إلى المملكة العربية السعودية، متطرقا إلى الإشادات التي تحصل عليها خلال لقائه برئيس الجمهورية وكذا عدد من المسؤولين المحليين والدوليين. وشدد البحسني على ضرورة الاستمرار في تطوير المنظومة العسكرية مع رفع مستوى الجاهزية لجميع النقاط العسكرية. وعقب مراسيم الاستقبال، عقد محافظ حضرموت لقاء موسع بقيادات الألوية والوحدات العسكرية ورؤساء الشعاب التابعة للمنطقة الثانية. وخلال اللقاء أكد القائد البحسني على ضرورة رفع مستوى الثقة بين القادة ومرؤوسيهم مع تكثيف النشاط التدريبي في الوحدات العسكرية لتطوير قدرات الأفراد، وكذا رفع مستوى الانضباط والروح المعنوية لدى المنتسبين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة على المستوى المدني والعسكري. واستمع المحافظ من القادة إلى النشاط العسكري بالقيادة متعرفا على ما يواجهون من صعوبات، ومؤكدا بوضع حلول مناسبة لجميع الإشكاليات التي تعرقل سير العملية العسكرية. أنقذت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت رجل يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للغرق أثناء السباحة بعد دخوله إلى مسافة بعيدة نحو عمق البحر. وقد باشرت فرق الإخلاء والإنقاذ لقوات خفر السواحل بعد تلقيها بلاغ لحادثة الغرق بالحضور بسرعة إلى شاطئ 60 أمام فندق مكة والتدخل لإنقاذ هذه الحالة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وهو بحالة صحية جيدة. تمكن أفراد التحري بأمن مديرية المكلة من إلقاء القبض على نشالين قاما بنشل جوال مواطن على متن دراجتهم النارية وسحبه على الإسفل بطريقة تنعدم فيها الإنسانية، حيث تم ضبطهم في أقل من 12 ساعة من تلقي البلاغ وضبط دراجتهم النارية المستخدمة في الجريمة. وأشار مدير أمن المكلة العقيد عيسى العمودي أن العامل المساعد الأول في سرعة القبض على الجناة هو كاميرات المراقبة في بعض المحلات التجارية، مؤكدا إلى أهميتها وضرورة تعاونهم في تركيب أنظمة مراقبة في محلاتهم نظرا لأهميتها. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في اليمن. وأعلنت هيئة الطيران في تعميمها الصادر عن استقبال وترحيل الرحلات الجوية، وذلك بعد استكمال تجهيز مطار الريان الدولي بكامل الجاهزية، مضيفة أن العمل سيكون من الساعة 6 صباحا وحتى 6 مساء كمرحلة أولى. وقال مصدر محلي أن استعدادات تجري للبدء بتشغيل المطار في الأيام القادمة. عقد لقاء تشاوري في المجمع القضائي بالمكلة ضم قضاء النيابة العامة
وذلك لتقييم أداء عمل النيابات الابتدائية بدائرة نيابة استئناف حضرموت بالمكلا خلال العام الجاري. وخلال اللقاء وجه رئيس النيابة العامة القاضي شاكر بونش وكلاء النيابات الابتدائية في القيام بالنزول والتفتيش على مراكز الحجز في إدارات الأمن والتصرف بشأن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو حبسه بغير حق ودون مسوغ قانوني أو تم وضعه أو حجزه لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو الحكم. من جانبه أشاد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري بهذا اللقاء التشاوري واعتبره خطوة هامة أقدمت عليها النيابة العامة واصفا اللقاء بالإيجابي ومعللا عن عقد لقاء تشاوري تقييمي لعموم قضاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في بداية شهر ديسمبر. أقامت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت وطلاب قسم الهندسة البترولية زيارة ميدانية لوادي حجر. وخلال الزيارة تم تفصيل وشرح التكوين الصخري ومدى علاقتها بالتواجد النفطي ونشأته وبما يمتاز به الوادي من خصائص تركيبية مختلفة والتنوع الصخري الذي يميزه عن غيره من المواقع الجيولوجية. وفي سياق منفصل قام الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية بالنزول الميداني لدراسة وتقييم خامة رافلتين بمنطقة الخربة بأرياف المكلا. وقد لوحظ انتشار الخام بصورة واسعة بمنطقة الدراسة وذات نوعية جيدة حيث يعتبر من المعادن الصناعية ويدخل ضمن الصناعات التحويلية. دشن نادي الطالب الجامعي بحضرموت مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية بالتنسيق مع نيابة شؤون الطلاب بجامعة حضرموت، حيث وزعت المساعدات الغذائية على سكنات فوة والغليلة وفلوك والتي تستمر لمدة شهر كامل وتشمل جميع المواد الغذائية للوجبات الرئيسية الثلاثة. وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية أكثر من 1000 طالب وطالبة. وتأتي هذه المساعدات الغذائية لدعم التغذية في السكنات الطلابية بما يسهم في تخفيف الأعباء على طلاب وطالبات الجامعة. وفي مدينة سيئون اختتمت ورشة عمل حول مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت الإلكترونية للقضاء والمحامين ورجال الأمن بحضرموت الوادي والصحراء. وناقشت الورشة الأولى التي استمرت لمدة 3 أيام عدد من المحاور وحملت عنوان مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت هذا. وسوف تبدأ الورشة الثانية يوم الأحد القادم وستحمل عنوان مهارات التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال. أضافت شركة بترو مسيل جهاز تمحيط رقمي مع ملحقاته لمشروع غرفة الأشعة السينية بمستشفى مديرية سا، وقد تم تدشين العمل به اليوم حيث يعد نقلة نوعية لخدمات غرفة الأشعة السينية بمستشفى مديرية سا التي تقدم خدماتها لأكثر من 38,000 نسمة من سكانها وسكان المناطق المجاورة لها. تسلمت مراكز الكلى بوادي حضرموت من منظمة ميديوكلوب الأمريكية جهاز أشعة تلفزيونية محمول مقدم كهبة لدعم مرضى الفشل الكلوي. وسلمت الدكتورة ندى فرزان طبيبة طوارئ ومدربة تصوير أمواج فوق الصوتية بالمنظمة الجهاز لأطباء مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون، وقامت بعمل دورة تدريبية للأطباء على كيفية استخدام هذا الجهاز. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. نشر نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قيادة المنطقة الثانية تستقبل قائدها البحسني بمراسيم عسكرية رسمية، والقائد يعقد اجتماعا استثنائيا بالقيادات. أمن المكلا يقبض على نشالين في أقل من 12 ساعة من تلقي البلاغ. نادي الطالب الجامعي يدشن مشروع التغذية المدعومة لسكنات جامعة حضرموت. سيدات وسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.